أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة خلال تجمع شعبي بالحي الإداري بولاية جيجل أن المترشح الحر عبد المجيد تبول قد وفى بأغلبية التزاماته خلال عهدته الأولى، مشيرا إلى أن المشاريع المنجزة في العهدة الأولى قد وفرت عدة مناصب شغل للشباب وأنعشت خزينة الدولة الجزائرية، كما طمأن سكان جيجل بأن الولاية ستصبح ضمن مصافي الدول النامية بعد دخول عدة مشاريع استثمارية حيز التنفيذ. وعد ب 54 تعهد فوفى بأغلبها. إننا عندما نتكلم عن المصانع ونتكلم عن المناجم ونتكلم عن الطرقات ونتكلم عن الكهرباء، مؤسسات لإملاء خزينة الدولة بالضرائب، إنها مؤسسات لاستحداث مناصب الشغل. مشروع المركب الصناعي لسحق البذور النباتية اللي هو نهاء الحاويات بميناء جنجن لتلتحق بالولايات النامية، إنها التنمية يوزعها عبر ولايات الوطن بالتساوي دون احتقار لمنطقة على منطقة.